بنتير رئيس المركز الإقليمي للامتحانات بالمديرية الإقليمية مولاي يعقوب. اليوم كان نحضروا واحد الاجتماع تنسيقي مع السادة رؤساء مراكز الامتحان على مستوى المديرية. هذا الاجتماع التنسيقي اللي كان وضعوا فيه آخر الترتيبات التنظيمية وكذا الترتيبات الخاصة بالإجراءات الوقائية المتعلقة بالتصدي لفيروس كوفيد 19. وهذا الاجتماع هذا كذلك يعني كيتم فيه يعني استعراض العدة اللي مخصصة للوقاية لفائدة المترشحين ومختلف المتدخلين أثناء إجراء الامتحانات وأثناء التصحيح كذلك. هاد الامتحانات اللي هاد العام يعني كتنظم في واحد الظروف استثنائية بحكم هاد الجائحة، وهاد وبالتالي فكانت واحد التدابير واحد يعني واحد الإجراءات كذلك استثنائية لتنظيم وإجراء هاد الامتحانات في ظروف ملائمة. بخصوص هاد الإجراءات التنظيمية فالمديرية يعني منذ مدة وهي يعني تسارع الزمن لترتيب جميع الترتيبات والإجراءات والقيام بجميع يعني العمليات التنسيقية مع مختلف المتدخلين سواء على مستوى السلطة الإقليمية والسلطات المحلية. وفي هذا الإطار هذا تنظمت عدة لقاءات سواء على مستوى مقر المديرية مع رؤساء مراكز الامتحان واللي كان يعني مجموعة ديال اللقاءات التنسيقية، كذلك لقاءات تنسيقية مع مختلف المتدخلين على مستوى السلطة الإقليمية والأجهزة الأمنية. وفي هذا الإطار هذا يعني تنظمت ثلاث لقاءات على مستوى مقر العمالة بحضور رؤساء مراكز بحضور السلطات المحلية وحضور كذلك رؤساء الجامعات الترابية ومختلف الأجهزة الأمنية. كذلك تنظمت كذلك لقاءات يعني ميدانية، يعني هاد اللقاءات هذيك تنظمت كذلك لقاءات ميدانية بحضور السيد المدير الإقليمي وحضور السادة رؤساء الدوائر والبشوات وممثلي السلطات المحلية، اللي قامت بواحد الزيارات ميدانية لجميع المراكز على مستوى المديرية للوقوف عن كثب على الترتيبات يعني على عدة مستوى، على المستوى التنظيمي للامتحانات بطبيعة الحال وكذلك على مستوى الإجراءات الوقائية اللي تم يعني اللي غادي يتم تنزيلها قبل الامتحانات وأثناء الامتحانات وبعد إجراء الامتحانات. ونتمنوا التوفيق للجميع ونتمنوا تمر هذه الامتحانات في ظروف عادية وكتوفر فيها شروط الصحة والسلامة والأمن الإنساني لجميع المترشحين والمترشحات ولمختلف المتدخلين. وشكرا.